والله سيدنا تعرف تعبان من هالناس كلها بالسلم، وانه بيقول لي احنا ماشيين باتجاه وما في يعني اربع خطوات، بيقول لي رئيس الوزراء معروف. احكي يا باشا نسيت. قلت له متى كنت يلا انا بتاني مزحنا لا متى انت وزير دفاع رئيس وزراء وزير دفاع؟ قال سيدنا احكي يا باشا. حكيت يا مولاي الاعفاء الجمركي، بس قلت الكلمه هذه وانا بقول هذا حكوني بكلف هالقدي، وهذا يعني على الموازنه صعب جدا. قلت من قال لك والله اللي قال لك يا مولاي انا ما بدي اقول كلام غير هيك، ما مش دقيق اللي حكى الكلام هذا ابدا، والله ما بكلف الموازنه فلس واحد. هذا بيحسبه يا مولاي على اساس انه كل واحد من ضباط القوات المسلحه يشتري سياره جديده، اي هو من اللي معاه 1000 ليره اللي يقدر يشتري سياره بدون يا سيدي يمكن 3-4 فان الجيش العربي اللي يقدروا يشتروا سيارات مستبيش مو يعني سيارات فان. اما والله غير والله ما بيقدروا يشتروا وين. ونقول طيب بنشوف لا يا سيدي شو بنشوف؟ عيد الجيش عيد الاستقلال وعيد الهذا احنا بدنا اياها فرحة عامة في كل بيت الان. وهذول زلمك يا مولاي وهذول عزوتك. نعم هذول عزوتك. نعم قلت والله يا مولاي غيرت وعدك. انت قلت والله يا مولاي ها هاي بمزح مزح. نعم والله قال الذكر الله ابدا مبروك اني انا موافق. وهذا وشو عاد رحت اصلي